موكب الملكة بلقيس وقومها في طريقه إلى نبي الله سليمان عليه السلام، وقد أمر بإحضار سرير ملكها العظيم، فلما رآه مستقرا عنده حمد الله على ما وهبه وأتم عليه من نعم عظيمة. وقال نبي الله سليمان عليه السلام لمن عنده أن غيروا لها سرير ملكها بزيادة ونقص فنختبرها، ألديها من الفطنة والمهارة ما تهتدي به فتتعرف على عرشها، أم تكون من الذين لا يهتدون؟ فلما جاءت الملكة قادمة إلى سليمان عليه السلام وقد عرض عليها عرشها، وكان آخر عهدها به وقد تركته خلفها في مملكة سبأ، فقيل لها: أهكذا عرشك؟ وقد استقر عندنا أن لك عرشا عظيما، فهل هو كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ فقالت الملكة بلقيس في ذكاء وفطنة: كأنه هو، فقد تغير بزيادة ونقص عليها، ولكنها تعرفت عليه. فقال نبي الله سليمان عليه السلام متعجبا من هدايتها وعقلها، شاكرا لله أن وهبه أعظم منها: وأوتينا العلم من قبلها هداية وعقلا وحزما ويقينا بقدرة الله ومشيئته، وكنا مسلمين لله وحده، ومنعها عن عبادة الله ما كانت تعبده من دون الله تعالى، إنها كانت كافرة ونشأت بين قوم كافرين واستمرت على دينهم، ولها من الذكاء والفطنة ما تعرف به الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. أمر سليمان عليه السلام خدمه من الشياطين ببناء قصر صحنه من زجاج، والماء يجري من تحته، حتى تدرك الملكة بلقيس عظمة ملك سليمان عليه السلام، وقيل لها: ادخلي القصر. فلما رأت الملكة صحن القصر ظنت أنه ماء تتردد أمواجه، وكشفت عن ساقيها لتخوض الماء وتعبر خلاله. فقال لها نبي الله سليمان: إنه صحن أملس من زجاج صاف تجري الماء من تحته. فلما رأت الملكة عظم الملك وكرم النبوة فقالت بيقين: رب إني ظلمت نفسي بما كنت عليه من الشرك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.